المشكل ديال القرير بصفة عامة بمعروف المنطقة الجنوبية باسم القرار، المشكل ما هو وليد اليوم، المشكل على العمام مع التراكم مجال عقاري، هو مشكل القرار وحاليا على مشكل فلاحي ومشكل رعوي، لأن القرار وحده ما هو في صيغة التملك. دريك حاليا احنا هذا مشكل قديم، ما هو جديد. احنا بكري دايرة ملك الدولة دايرة خرق اللي عاد 14 عام احنا كنمشينا معها في صيغة تعرض حيلوك المحكمة ياسر المسائل، اكتشفنا عنا ظروف واحد دوامة. دريك اللي باغي نقول لك انا الاخ انه هو مشكل عويص، وما هو عويص في نفس الوقت مولي، خاص ولا لإدارة إرادة، وخاص الإدارة تقعد من المواطن. هذا المشكل مشكل عقاري بالنسبة لدائرة أملاك الدولة كتخرج خارج مدار حضاري، وسابق ذاك راه توسعت لأملاك ديال الناس، هذا الوفاق غرونجي الراحة قبل المطار المريات، هذو قرير الناس تم مع التوسع العمراني انطفقوا، شوارك استثمار تجزئات انواع ديال شركة العمران الضحى زيد وزيد كيشرو عند دائرة ملك الدولة وكيديروا التجزئات ديالهم، وما هم مسؤولين عن صاحب الحقوق العينية اللي هو المواطن اللي اصلا سابقهم فما كان كيستثمر ولا ما يستثمر، المهم يحترموا المواطن. هنالك اشخاص بعض اشخاص نجو التملك نرجع شوي مستار اللور، احنا ابن عن جد كنا ماشيين بالعرف، كلها يعرف بلد الثاني وكل محترم الثاني، وتخطوا عنا أربعة الاستعمارات الإنجليز برتغال فرنسا إسبانيا، ولقت شي واحدة فيهم تعدات على حرمة شي مواطن ولا قلعت منه ترابو ولا قالت من قاعد تشكون، العكس كانوا معلقين واحد لافتة، آخر مستعمرة هي إسبانيا معلقة واحد لافتة في الجوبيرنو الإسباني والتحت معلقة من يريد المجتمع الصحراوي خاصو يفهموا ولا يفهموا، تموا معلقين هني مشاو داوها معاهم. حنا ندورو مدة تفهمنا، حنا ما ندورو مدة اصلا جايب مسطار وحاط صا علينا، العكس افهم المجتمع علاش ماشي ونرجعو للعراف شويه. حنا سيدي مجتمع مسكان بدو نفتخروا بها، يا خاص يفهم الاداره اللي جات مؤسسه كبيره وجات كدوله واسترجعت المناطق، خاصها تفهم عن شكون اللي يملك نحنا وشكون اللي يعطينا الوثائق هي بحد ذاتها. لاش دايره جماعات القروية خارج مدار الحضاري؟ راهي دايره تملك الدوله كتطعن حتى مصداقيه الدوله. ولذلك راهو اكبر خرق اكبر مشكل ديالته دايره تملك الدوله املاك المخزنيه، كتكب عنها ارض عاريه وتطعن مصداقيه الجماعات القرويه، وكتقول بان ارض عاريه ورغم عن جماعات القرويه في مساكنه وفيهم مصوتين في الانتخابات وساكنه تابعه لجماعه قرويه وفيهم منتخبون، ولذلك علاش يطعنوا في صيغه ديالهم يقولوا عموم كاينين كاع؟ دخلوا المجال القروي حيدوه قلعوه، جماعة القروية لا يغنوا يسمينه من جوع، دخلوه المجال الحضاري وفونا هذا الشيء باش نعرفوا عن التراب كاع برا ديال الدولة تنفوت الاخبار عن المجال القروي مؤخر، وما المواطن في المجال القروي لا إنارة لا ضوء لا قدرون جايو لا صحة لا والو، مكملينهم جميعها يجيو يقعدوا التراب وتحك رايه، هذا أكبر كارثة، أنا أسميها كارثة بجميع معاييرها. نرجعوا غير من قريب، هاد الدولة كتقول لك بأنها كتحفظ الأرض، مزيان، باش كتحفظ الأرض؟ هاي من كناش محتويات الدولة، مزيان، شو دايرين؟ استرجعت الدولة المغربية من السلطات الإسبانية، أراضي عارية، هذه ماشي كارثة. شرا، علاش كارثة؟ أنت كاسترجعت منطقة وكتقول بأنها أرض عارية، أنت بس من الحكم حكمت؟ إدعتوا أرض عارية اكتشفتوها مناطق جنوبية؟ انضموا دائرة أملاك الدولة روسيا وأمريكا اللي اكتشفوا القمر والمريخ ونصفقوا لها وصافي اكتشفت مناطق جنوبية أراضي عارية، نعطوك وسام إذا باش تقتل الحقوق المشروعة اللي هي أبن عن جد الناس ساكنة هون وكتستغل، وقانون الاستغلال فوق 10 سنوات يدخل في صيغة التملك ومئات السنين، راك بغيت تدخل شي مكان كيقولوا لا دخل الغاب زقزق طيورها، لا دخل شي مكان افهم بعد هي الاولى وفهم تضاريسه وعقليه الناس وكيفاش. حنا كنقول لك عندنا خدامين لا بالعرف
تملك راه لم يجد دوله اله اللي قد يعدد شي وثائق لا اللي قد يعدد اما الجهد ديال الوثائق راه ما قد يعدد ما نكذب عليك هذه الوثيقه 1979 اتفاقيه المملكه المغربيه مع المملكه الاسبانيه هاي اتفاقيه ها هي اش كتقول في هذه الاتفاقيه كتقول بانه يجب احترام الاسبان الموجودون في 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 في, 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 في الصحراء عطاتهم الاداره وعطاتهم التسويه مع الاسبان الموجودين اللي بغى منهم يغادر يسووا معه ماديا اللي عنده فلاحه واللي عنده دار واللي عنده كذا وعندهم الحق يحفظوا الديار اللي خلات اسبانيا مبنيه كي الجوبيرنو كي ديانتامينتو كي القشالي عسكر كيفو 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 الى اخره ولكن هل البند هالاتفاقيه اللي مع كريم العمراني ما مذكور فيها عبد الكريم العمراني ما مذكور فيها مجال القرون وما مذكور فيها حيوان عباد الله وما مذكور فيها الصحراويين اللي اصلا مرق اسبانيا وخلتهم موجودين راه ما خلت ارض عاريه خلت ناس ويجب احترام هاد الناس ثانيا من جوغام قريب كاع هذه وثيقه اخرى حتى هي في قضاء هذه الوثيقه المحافظ مدينه العيون 2011 ها هو كيلغي المطالب اللي دارت في 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 في, في مدينه العيون كيقول لهم اعطوني بما يفيد تملككم العقار ها هي واش هي وثيقه ديال المحافظ المحافظ راه بمثابه قاضي بمثابه قاضي في الصحراء محافظ كيلغيه هو وقف لهم عامين تحفظهم في الصحراء حتى جات توصيات من الفوق قبل ما نقول لك باش قلعوه ولذلك ها وقت الرساله باش رجع لهم ما كناش محتوي الدوله ما انا ضد مشاريع احنا مع المشاريع ومع البنيه التحتيه ومع التنميه البشريه اذا مين هذا المواطنين باش يديروا مشروع فيه 20 30 مليار ولا اكثر وتا الحرمي يقدروا يخرجوا مليار يسووا مع المواطنين اللي ساكنه فم ابن عن جد راه كارثه مناطق جنوبيه على شنو نقول لك نحسبها لك مريت سالي نهار موغده ولذلك نطلب عبر هذا المنبر والله يجازيكم بخير عنو يداركوا هذا الموقف وهذا الملف ملف راه عويص وخاص مسؤولين وخاص الاجهزه تشوف الاخطاء ديالها لان رجاج اليوم شاف الاخطاء وبالنسبه كما قلنا نرجعوا شويه للاستثمار هذه استثمارات وهميه انا بالنسبه لي انا وبالنسبه للمواطنين كاملين المناطق الجنوبيه كيسموها استثمارات وهميه لان الاستثمار بحد ذاته راه خاصك اولا ما تضيع مول الاستثمار ومول الحق ترى موجوده عدل فيها كما بغيت يغير باش دير استثمار ولا دير شيء على حق المواطن هذا احنا كارهينه وما نباغينه ومشطين فيه وما ندوروه من هذا المنبر نشكر الشيوخ والاعيان بعض المنتخبين اللي معانا هون الله يجازيهم بخير حتى هم متفاعلين معنا في هذا الاشكال لانهم اصلا معنيين سابق نحن حتى هم بحيوانهم وابناء اوغريرهم ابن عن جد ثانيا خالق هيئات ومنظمات دخلت على الخط ولا الدور تدخل على الخط ونحن مازلنا ماشيين مع مؤسساتنا ودولة الحق والقانون وانظروا مين يتلحق بنا نحن هنا من أجل التضامن ومؤازرة ملاك أراضي القراير هاد الناس هادو كيطالبوا بتسوية الوضعية ديال الأراضي ديالهم وعندهم حسن نية وكان طالبوا من الجهات المسؤولة احنا كان سبق لنا راسلنا السيد الوالي والسيد المندوب الجهوي ديال المندوبيه الاملاك الدوله احنا لحد الان ما تبتناش شي خروقات من ناحيه الخرق القانوني وهذه لان الاشكاليه اللي كاينه هو ان الاراضي ما كيشملهمش الظاهر ديال الاراضي السلاليه اللي كاين في شمال المملكه الاولى ثانيا الاشكاليه الاخرى هو ان الناس هنايا كيتعاملوا مع الاراضي ديالهم كيتعاملوا بالعرف يعني ما كانوش كيتعاملوا مع مؤسسه ولا هذه لان كان الاستعمار الاسباني وبعد استرجاع الاقاليم الصحراويه بقاو مستمرين هاد الناس كي عندهم واحد الثقه واحد الامان واحد الايمان على اساس انها راه عندهم واحد العلاقه بواحد الارض اللي هي التراب ديالهم
وهذا هذا مذكور في في الخطابات الملكيه، وشار لها السيد الوزير مؤخرا رئيس الحكومه، على اساس ان اللي عنده شي ارض فلاحيه وما عنده شي ورقه هذه، واخا يدلب شي ورقه من طرف السلطات من قايد او السلطات المحليه ويجيبها لنا وندعمهم. احنا كرابطه مغربيه للمواطن وحقوق الانسان كنقترح واحد الاقتراح، لان بحكم اننا درنا لقاءات وجلسنا هاد الناس هادو، لقينا بان الاغلبيه ديال الناس هنا دايرين تعاونيات وجمعيات، فلما لا ان الدوله تستثمر هاد الناس هادو وتستثمر الاراضي ديالهم ودير لهم تعاونيات. وكاين هنايا الابل اللي هو نادر، اللحوم ديال الابل نادره في شمال المملكه، ودير تعاونيات وتبقى تصدر لحوم الابل من هنايا، لما لا؟ ثانيا كاين تعاونيات فلاحيه متنوعه، كاين الشعير، كاين المراعي. ثالثا علاقه هاد الناس هادو اللي هما بالاقاليم الصحراويه، الصحراويين علاقتهم بالارض علاقه ثقافيه تاريخيه. الاهم شيء هو التسويه، هو ان تسوى الوضعيه ديال الاراضي، لان راه كاين اراضي اللي كانت فاتت في هاد المشاكل، لان ماشي هاد المشكل ماشي شي حاجه كبيره ولا هذه، راه في استطاعه الدوله، ان لان الارض شاسعه وكاين واحد المساحه شاسعه، على ان تقدر الدوله تشكل واحد اللجنه ولا تجيب الناس اللي مختصين في هذا الميدان هادو وفي الفلاحه، وتشكل واحد اللجنه وتجي وتشوف المتطلبات ديال هاد الناس.